جلسة عمومية فريدة تلك التي احتضنتها قبة مجلس النواب بعد زوال اليوم، جلسة حوارية بامتياز تفاعل فيها رئيس الحكومة مع المكونات السياسية للمجلس من خلال مساءلة ومراقبة مسؤولة. فقد كان المخطط التشريعي للحكومة أول المواضيع التي افتتح بها النقاش، إذ تعتزم الحكومة برمجة 150 مشروع. هناك إرادة مشتركة بين الحكومة وبين البرلمان على التصدي لهذه الظاهرة بتسريع وتيرة العمل من خلال إصدار مجموعة من القوانين الأساسية التي تنظم أكثر من قطاع الذي هو محل يعني اقتصاد الريع، وكذلك رصد يعني جميع أنواع الريع. لاحظنا فيما يخص العمل التشريعي على أن هناك تأخير غير مبرر للحكومة، وخاصة فيما يتعلق بتنزيل الدستور تنزيلا صريحا وسليما. فباستثناء التعيين في المناصب السامية، فالحكومة لحد الآن لم تمتي بأي يعني قانون تنظيمي. أسئلة وأجوبة وتعقيبات من كلا الطرفين، معارضة وأغلبية، لكن القاسم المشترك فيها هو منطق الجدية الذي طغى على الأسئلة بمقابل صراحة أجوبة أصابت صلب الحقائق، لا سيما مسألة التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة، ثم محاربة اقتصاد الريع والحكمة وطريقة تعامل الحكومة معهما. اقتصاد الريع لأنه تيشغل المغاربة، المغاربة بغاو يعرفوا شنو كاين، المغاربة بغاو الحق ديالهم والثروات ديالهم، المغاربة بغاو يشوفوا هذه الحكومة اللي عقدوا لها واحد الأمل كبيرة كيفاش غادي تجرى وكيفاش غادي تحسم في توزيع الثروات على الأبناء ديال هذا الوطن بالإنصاف بالعدالة الاجتماعية. اللي كان مفروض منه هو تجي الحكومة وتعطينا أجوبة على الأسئلة المطروحة المهمة اللي هي تقييم السياسة العامة، ولكن مع كل أسف يعني كان يعني ما كانش هذه الانتظارات ديالنا. اللي نتمنى هو مستقبلا تجينا الحكومة وتعطينا أجوبة حقيقية التي ينتظرها الشعب المغربي. إذا كانت الأغلبية والمعارضة قد اختلفتا حول نسب الإقناع في أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المطروحة، فيبدو أن لا أحد منهم اختلف حول إطلاق عمل رقابي جديد للبرلمان يعزز المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام. وفي جلسة مشتركة بين النواب